هلا بنروح على رايحين على التياترو اوكي اور سيجنتشر ريستورنت بدنا نحضر شوي اكل طيب اوكي وبعدين بنعمل ناكل شوي سوشي هل قال سوشي سوشي انا بدي يلا تفضل سوشي من ناكل سوشي Good evening. Good evening. Welcome to Teatro. Teatro. So I am the executive chef of Teatro restaurant in Abu Dhabi. My name is Antonio Lopez. I'm preparing for you now nice sashimi. So I have wagyu beef here. I have spicy tuna, some yellowtail, sea bass, octopus, and then I will make some salmon also, and then ready to eat. Amazing! Thank you. Teatro is very famous for sushi. We have all these signature sushi available only in Teatro, like volcano rolls, passion torch, salmon torch, and then after that, we move inside where Western meets Eastern. So we have Indian food. We are very famous for tikka and all of this promotion from Indian, from curries and tikkas we have also. And then we have Western. We are offering now wagyu beef in our current promotion. And then after that, we have the Asian, which consists of Chinese, Thai. So we have very famous from Malaysia, this Malaysian laksa we are offering also. And then for the Chinese side, we have beef noodles, the stir fried, all of the stir fried items that we are offering, they are very famous for our guests. So hala hanamul dim sum towers, okay? And we are about on the kaza flavors, okay? The steamer. So 1, 2, 3, okay? And then نعمل بودا دي لايس وحنعمل ستير فرايد بيف. So we will start first with the stir fried beef. Okay, now we're doing a stir fried beef and we mix Asian vegetables and then now I will going to fry the half cooked fry of the beef. Yeah. First, we need to heat the wok in the oil first. Thank you.
حنعمل هلا واجيو تندرلون كيوب رول بس في شغله حنعمل انا وياك كومبيتيشن هو كوك ذا بيست واجيو بدك تخسر نستعد سو هيدي اللحمه هي واجيو اوكي اتس جابانيز 100% فول بلاد اوكي القتل تبعها بيكون تقريبا فوق 800 كيلو وهيدا وان اوف ذا موست ذا فاينست بيف ان ذا وورلد ماربلينج رائع خبز بالماربلينج هيدي كلها فات هذا كله بيتاكل هذا كله رائع مرتاحه اكيد مسمعينها موسيقى اكيد مغنجينا مغنجينا كثير اوكي وين دو وي جو اوكي سو وي ويل ميك ا ستيك نحن نورمالي وي تيك 300 جرام بس هلا سينس الكومبيتيشن اي دونت ونا تيل يو سيكريت سو اي كان وين يلا So this is our steak. Please طلعوا شو حلوة. ليك ليك عبالي اكلها نية مش معقول. هلا بندوق اذا بدك طلعوا الماربلينج والفات. Black pepper. Okay. Competition. Real competition. Yeah, انا بدي احط الخضار هلا. Okay. بربح. Okay. So we have some salt and then a little bit of olive oil. هيدي بحط. Okay. منغنجها منغنجها من ملحس لها نعمل لها مساج هلا اسيب يو ار لوزينج از ويل خليها تربح يو ار بريسينج ذا ميت خليها تربح خليها تربح حيفوتوا الزيتات لجوا يقطعوا مظبوط يتغنجوا مظبوط ترجعوا بنضبها على بعضها نعطيها الشكل المظبوط يشرب اول ميله وثاني ميله عملنا لها مساج مع الزيت خلص ربحت 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 هلا هلا بدنا نروح على الجريل روح على الجريل جريل ما في غش النار قد نارك انا هيدي اون ثاني خلص حلو مش عارف انه انا عم صعبه رح انطره هو يبرم دغري ببرم معه ايه ايه تركها تحترق تقول لك بس انا على رواق ما حش تلعب انا ما بلعب لا خليها لعبت على يفرج انا ما بلعب رح اخليها تحلى 200 دولار الكيلو مش مسحه ايه ايه لك بكبس كبس كبس ما كبس عم كبس شيء بس عم شوف على من بعد ما برمتها حطيت لها ملح بهار مش بالاول فا يعني صار في the grilling flavor فاتت لجوا الماي انزربت جوا وبنشوف هلا تبعه شكله احلى بس يعني مش مهم الشكل مهم الطعم فاتنا نشوف طيب شوف يعني انا الستيك تبعي هلا قلبناها مرة بنرجع نقلبها نعطيها المارس تبعها بنتركها اوكي هلا انا الستيك تبعي صار جاهزه حشيلها لحطها هون بدك اياني اشيل لك الستيك تبعك كمان اكيد اوكي سو بنحط هيدي هون وهلا هون الكومبيتيشن بدنا نروح نعمل انا وياك بليتنج عندنا نفس البرودوي نفس البط... نفس ال... نفس الجارنش بدنا نشوف حيكون حيطلع على الصحن انا تبعي رح اتركها هون ترتاح انت رح تتركها برا تسقع انا هاتك ربحان انت مستعجل لانه في كومبيتيشن انا بدي اعملهم في حماس بدي اعملهم بيرد نوازيت اوه تعطيها شويه فليفر تحمرهم نكزه بعدين بدي احطها شو هالتكنيك كلمات تكنيك اوكي بسمعني بقول بطبخ كل يوم هو اهم شيء دلو كرانشي فيجيتابل مع انه هالتبس ما بدي اعطيك اياها ايه هلا بتشوف كيف هيك اللون ليتس سي هوز ذا وين This is mine, this is him. No, 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 no. So, لا 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 تبون لا تبون. We will decide by. Okay. I want to eat. Yeah, please. Come on. Please. Which one is your chef? That one? I think this one is very tough, chef. This one is very soft. Okay. You are an amazing winner of second place! Yeah.
congrats for number one. Congrats for number one. أكيد بيربح وأكيد. بس انبسطت أول نهار بتياترو فقلت ليش ما برجع. جربنا كتير كوزينز بس ما أكلنا سوشي مزبوط. شو رأيكم نفوت بالمطبخ ونكفي الاكسبيرينس قبل ما قلنا من هذا الأوتيل ونروح على محل تاني. تياترو باي داي فيري نايس. هيتا نرجع نعمل جولة سريعة عدو. Welcome to Teatro Sushi Class, and today I'm going to teach our beautiful, lovely students here how to roll maki. We will concentrate first on rolling maki. That is why they have all the mise en place there, bamboo mat, rice, and everything. So they will decide what maki they will do. The bamboo mat with your fingers, and then after that press this one going inside and your thumbs pushing outside, so you will have a pressure. Your maki will not be loose, because maki, you when you cut it in check, lift it up and then roll again, and then press the bamboo mat again. بعد نهار تاني اليوم امبارح دوقناك شيء واليوم بدنا ندويك. حنشتاق لك لانه عارفينك فايلن. عملنا لك اليوم بدنا ناكل الهندي، اكل الهندي تندوري بنعرفك على جبتي. يلا بيتي. I'm going to make the lamb kebab. لمعة مظبوط وعليها زبدة على القد، شوية جبنة، دقيقة مخمرة. So good. So good. وطعمة الحريق معها. كويس. So good.
بس عم بتشوفوا شقفة جيش هالقد كبيرة. مانجو تشاتني. مشوية على التنور. الألوان. سبايسز. جينجر صوص. This is good stuff. This is very good stuff. بين التاي بين الجابانيز بين الانجن وكل السفرة الواحد بيقدر يعملها بالايشن كوزين تياترو. واو قصة كبيرة. It's an experience. It's a journey. It's very good food. Very good food. ما بعيد وقف. ما عبالي وقف أولا. يلا ختامها مسك. لقمة طيبة قبل ما نكفي المشوار. بيكون سوشي بعد. فمثل ما قلت لكم سوشي نو صوي صوص مثل ما هي. And enjoy the moment. بعد إذا كنت أنتوا بالرستوران ما تحطوا الصحن هيك بس مع الكاميرا عادي. سبايسي تونا very fresh ingredients. صوص بالكعب جوا ما بيحط صوص رزيت على القد ما بيعلكوا ما بيلزقوا ingredients من برا exceptional and you eat with the table. Very good stuff. Very very good stuff. بحب كيف بحطوا الصوص من تحت. Every roll معمول مظبوط. Crunchy, balanced, light and enjoyably sweet. Fish, check. Indian, check. Sushi, check. Beef, check. Teatro, check. Yalla, we pack, we move. See you in a bit.